بين براميل النظام السوري المتفجرة وقذائف المعارضة على تعدد فئاتها، وجد بعض السوريين في الألعاب القتالية وسيلة للدفاع عن أنفسهم. المدرب السابق للمنتخب السوري في التايكواندو معد ورد أكد أنه لم يعد بوسع الفريق الوطني المشاركة في أي بطولات، إذ أن التدريبات قد علقت بسبب الحرب، مشيرا إلى أنه يعطي سكان دمشق تدريبات مكثفة نظرا لحاجتهم إلى تعلم فنون الدفاع عن النفس. في عالم صارت تشلح مصاري، في عالم صارت تخطف، في عالم طبعا من هالناحيه هي في عالم صارت تخاف على حالها، لانه الامن مو دائما موجود بكل بيت وبكل شارع ومع كل فرد، فالشخص اقل شيء لازم يحمي حاله. سليم احمد احد الطلاب الذي تدرب بعدما عاش تجربه مره اضطر خلالها الى دفع كفاله ماليه لتحرير والده من قبضه داعش. لازم الواحد يكون يعرف ليش؟ لانه الخاطف او اللي بده السارق او اي شيء بس شاف الشخص او الفريسه تبعيته ضعيفه او خايفه هيك بينقض عليها بدون شيء. ويبقى الامل الوحيد في ان تساعد هذه الصفوف التدريبيه الناس على مواجهه المخاطر وانقاذ حياتهم من الخطر الذي يحدق بهم جراء الحرب السوريه وما جرته من تطرف الى بلاد الشام.